السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم بدي أحكي لكم قصة بصراحة سمعتها وعجبتني، يعني فراح أحكي لكم إياها لأنه القصة فيها عبرة. يعني القصة صارت ببلاد الشام، بالشام تمام، وتحديدا كانت بدمشق. فكان في واحد بالشام يروح كل يوم على المطعم ويفوت ويطلب رغيف خبز وياكل نص رغيف خبز ويقسم النص الثاني ويحطه على جنب، ياكل يحمل حاله ويروح. ضل على الحالة يعني فترة طويلة، انه كل يوم كل يوم يروح هيك على المطعم وتلاقيه عم ياكل، يطلب رغيف خبز وياكل نصه ويترك النص الثاني. فكان في واحد كمان مداوم هنيك بالمطعم، هذا الشخص اللي كان مداوم بالمطعم يجي يروح يعني كمان هيك يروح على المطعم وياكل ويشرب هنيك، فكان يشوفه لهذا الزلمة كل يوم. فهذا الزلمة اللي كان يشوفه كان من العراق، من بغداد تمام. فلفت نظره انه ليش هيك عم يجي كل يوم كل يوم يحط يطلب رغيف خبز ياكل نص ويترك النص الثاني. فصار عنده فضول انه يروح يسأله لهذا الشاب انه ليش هيك عم تساوي. فراح لعنده والله الشاب، قال له عفوا، قال له بدي اسألك سؤال، قال له انا بشوفك كل يوم كل يوم تجي لهون وبتطلب الرغيف خبز، بتاكل نص وبتترك النص، في مجال اعرف ليش؟ قام قال له هذا الشاب، قال له والله لانه انا بجي كل يوم بطلب هذا الرغيف، باكل نص انا وعم بترك النص الثاني للشخص اللي بيستاهل انه ياكل معي خبز وملح. فانا بدي شخص يكون قد الخبز والملح اللي بده ياكله معي، فأنا بشان هيك بتركوا هذا النص الثاني ليجي هذا الزلمة. فأجى هذا العراقي عجبته القصة، قال له يا سيدي وأنا إن شاء الله رح أكون قد هذا الخبز والملح اللي معك، رح أكله معك. قال له هتكون قده؟ قال له رح أكون قده. قال له إنه الخبز والملح أكله مو شغلة سهلة، الخبز والملح بدك تصونه يعني. فقال له أنا قده إن شاء الله. فأجى هذا العراقي أكل هالخبز والملح مع مين؟ مع هذا الزلمة الشامي اللي بالشام، وصاروا أصحاب. يوم من الأيام هذا الشامي عزموا هذا البغدادي اللي عنده على البيت مشان إنه صاحبه، يعني عزموا مشان إنه يأكلوا سوا وكذا. إجا على البيت هذا البغدادي اللي عند هذا الشامي وفاتوا قعدوا أكلوا، زبط أموره على 24. والبيت هذا كان موجود فيه مين؟ كان موجود مع هذا الشاب الشامي، كان موجود معه أمه وأبوه، وموجود معه بنت عمه، وهي بنت عمه يتيمة أبوها وأمها متوفين، فكانت عايشة بهذا البيت مع هذا الشامي. وهذا الشاب الشامي كان إنه بصراحة ناوي إنه يتزوج هي بنت عمه، بس عم يستنى لتتحسن الظروف شوي. فأجى هذا البغدادي وتراح على البيت، شاف لهي البنت، وقت اللي شافها عجبته، انه يعني البنت سبحان الذي خلقها انه حلوة وكذا وعجبته. فشو راح هذا البغدادي مشان يكسب انه ما يرفض هذا الموضوع هذا الشامي، شو راح هذا البغدادي قال له لهذا الشامي؟ قال له بحق الخبز والملح اللي اكلته بيني وبينك انا طالب ايد بنت عمك على سنة الله ورسوله، بتجوزوني اياها؟ فاجى هذا الشامي تنازل عن بنت عمه لهذا الشاب العراقي البغدادي، كرمال شو؟ كرمال ال- 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 الخبز والملح اللي صار بيناته. سأل البنت والبنت وافقت، وراحت هاي البنت تجوزت هاد الشاب العراقي وراحت على بغداد. راحت الأيام واجت الأيام وجار الزمان على هذا الشاب الشامي، أوضاعه تعبت شوي، أوضاعه المادية صارت كتير تعيسة، أوضاعه كتير صارت يعني مزرية، فبحاجة مساعدة. فقعد يفكر، قعد يفكر إنه أنا مين خرج إنه مثلا إلجأ له من بعد رب العالمين؟ طبعا قال والله ما في غير صاحب الخبز والملح، مين؟ البغدادي. والله حمل حاله وطلع على بغداد مشان يقابل هذا الشاب البغدادي. راح لعنده
هذا الشاب البغدادي أموره تحسنت وصار عنده قصر وأموره صارت تمام وأموره يعني طيبة. فدق والله باب القصر، فتحت الخادمة قال لها أنا بدي أشوف صاحب القصر. قالت له مين حضرتك؟ قال لها قلي له فلان الفلاني بده يشوفك، اللي هو بيعرفه يعني. راحت الشغالة وسألت صاحب القصر، قالت له إنه في الفلان الفلاني بده يشوفك. رجعت الشغالة معها كيس ذهب ورجعت لعند هذا الشاب الشامي وقالت له بيعتذر منك، صاحب القصر مشغول وما خرج إنه يشوفك لأنه بصراحة مشغول ما بيحسن إنه يشوفك، بس بعت لك معي كيس هالذهب هاد اللي معي إنه مشان تاخده وتزبط أمورك. قال له شو عم تحكي أنت؟ قال له شو أنا جاي لعنده فكرني جاي بدي إشحد؟ أنا مالي جاي عم بشحد، أنا في بيني وبينه خبز وملح يا عيب الشوم عليه. مسك الذهبات وزتهم حمل حاله وراح. رجع هذا الشاب الشامي العمى زعل إنه شو هالموقف هذا اللي عامله معي؟ معقولة هيك؟ لك يا حوينت الخبز الملح اللي بيني وبينه، بس أنا 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 تنازلت له عن بنت عمي بحق الخبز والملح اللي بيني وبينه، وأنا هلأ لأني متضايق شوي وبيجي بيعاملني بهالطريقة هاي، أنا مالي عم بشحد منه. فهو عم يتفتل بهالشوارع والله ما له عرفان شو بدي يساوي، ضايع. وإذ بيجي واحد ختيار، مرحبا يا عمي، شافه قاعد هيك لقاه تعبان وزعلان، قال له مرحبا يا عمي، قال له أهلين، قال له خير شو قصتك؟ ليش هيك وضعك؟ ليش هيك تعبان؟ بدك شي؟ لازمك شي؟ قال له والله قصتي هيك 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 هيك، أنا بعرف واحد هون ببغداد وصار معي القصة وأنتوا بتعرفوا القصة اللي صارت. فأجى هذا الختيار قال له ما تزعل ما تزعل، قال له أنا زلمي بشتغل وعندي شغل وبحاجة حدا يدير معي هذا الشغل، شو رأيك تشتغل معي؟ أجى هذا الشاب الشامي انبسط، قال له أوه إيه بشتغل، قال له ما عندي مشكلة، قال له أنا بدي يعني بدي شغل وبشتغل. راح والله هذا الشاب الشامي اشتغل مع مين؟ مع هذا الزلمة، وصاروا يشتغلوا مع بعض وأموره صارت تمام و24، وهذا الشاب الشامي حلق وصارت أموره مثل ما بيقولوا باللوز تمام. صار عنده كمان شغل وصار عنده مال وجلست أموره رب العالمين كرمه، وكمان راح اشترى كمان هيك قصر وزبط حياته وزبط أموره. يوم من الأيام ندق الباب عليه، فتح الباب كان في واحدة ختيارة واقفة على الباب، مرحبا يا ابني، قال له اهلا وسهلا خالتي تفضلي. قالت له انا زلمة قالت له انا مرة ختيارة وتعبانة ووضعي تعبان وما لي حدا بهالدنيا وبحاجة مساعدة، في مجال تشغلني عندك بهالقصر؟ اكيد لازمك شغالة تساعدك بهالقصر هاد، انت لحالك شو رأيك تشغلني عندك؟ قال له ايه ما في مشكلة يا حي الله، اهلا وسهلا فيك يا حجي تفضلي. فاتت والله واشتغلت عنده بهذا القصر. بعد شي اسبوع قالت له يا ابني انت ليش مالك متجوز؟ قال له والله لسه ما اجى النصيب. قالت له لا انا ما بدي اتركك هيك، انا بدي جوزك، لازم انك تتجوز، رح ادور لك على بنت حلال ونجوزك. قال له مثل ما بدي. والله راحت على اساس دورت له على بنت حلال وزبطت امورها وجابت له بنت حلال مشان يتجوزها. والله خطب هاي البنت عجبته، شافها للبنت عجبته وتمام على 24 وخطبها وانه مشان بدهن يتجوزوا. بيوم العرس بيجي مين؟ بيجي هذا الشاب العراقي. اجى هذا الشاب العراقي فات على العرس بده يحضر العرس، ويز هذا الشاب الشامي شافه، اوف شو جابك لهون انت يا عيب الشوم عليك يا ندل، انت واحد خوان ما بتصون العشرة والخبز والملح يا عيب الشوم عليك، قوم اطلع لبرا. اجى هذا العراقي قال له طول بالك طول بالك، اهدى اهدى اهدى، لا تتهور وتستعجل، بالعجل الندامة وبالتأني السلامة. قال له انت هذا الشاب البغدادي، قال له انت وقت اللي اجيت لعندي على القصر، قال له انا كنت قاعد على الشباك وشفتك وانت جاي لعندي. قال له انت اجيت لعندي وضعك كان مزري، يعني وضعك كان انه اوعيك كانت موسخة وشكلك تعبان وحالتك كتير تعبانة كانت، فانا وقت اللي شفتك ما حبيت اني فوتك واستقبلك وتشوفك بنت عمك اللي ربيت معك بالبيت واللي انت كنت عساس بدك تكون من نصيبها، بس انت بحكم الخبز والملح بيني وبينك
رضيت انك تزوجني اياها على سنة الله ورسوله، فما حبيت انه تشوفك بهذا الشكل بنت عمك. هي واحد. قال له اثنين، قال له انا بعت لك كيس ذهب مع شغالة عندي مشان انت تاخذ المصاري وتزبط امورك، بس الرسالة ما وصلتك لانه اجباري حتفهم الموضوع. قال له انت بعد ما طلعت من عندي من القصر وانت زعلان ومزعوج ومقهور، قال له الرجال اللي بعت لك يا اللي كبير بالعمر واشتغلت معه هذا بيكون والدي، تمام؟ قال له كمان المرأة اللي اجت واشتغلت عندك بالقصر وقالت لك انه انا مالي حدا ووضعي تعبان، قال له هي والدتي، انا بعت لك ياها مشان تفوت لعندك وتشوف وضعك وتتقرب منك، وبنفس الوقت مشان نلاقي لك عروس ونجوزك. قال له انا اليوم جاي مشان احضر عرس اختي لانه انت حتصير زوج اختي، فالمرأة هي اللي انت خططت لك اياها امي وانت شفتها وكذا، هي بتكون اختي، فانا ما بخون الخبز والملح. فطلع هذا الشامي هيك انصعق، قال اخ اخ والله عن جد بالعجل الندامة بالتأني السلامة، وسامحني انا تسرعت وانت عن جد طلعت قدي الخبز والملح وصنت الخبز والملح. فسبحان الله، يعني يا جماعة أنا القصة عجبتني بصراحة، إنه فيها عبرة، يعني إنه فيها عبرتين، إنه الواحد لا يتسرع بأي شيء، أي واحد، واثنين يصون الخبز والملح، لأنه الخبز والملح بالأيام عند أهل أيام زمان كان شغلة كبيرة، وتتكون أنت آكل خبز وملح مع حدا وصاير في بينك وبينه خبز وملح، أي شغلة كبيرة كبيرة كانت عند الناس القدماء. فبتمنى هاي الأيام كمان ترجع، وأي حدا فينا بياكل خبز وملح معك يصون الخبز والملح وما يطعنك بظهرك ويكون سيف بظهرك ويكون معك بالسراء وبالضراء. فبتمنى تكون وصلتكم الفكرة والقصة هيك بطريقة حلوة، وبتشكركم، وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا من اللايك وتشاركوا الفيديو وتشتركوا بالقناة إذا